بالنسبه بقى لخطتكم ان شاء الله في 2021؟ احنا بنشتغل ربع يعني كوارتر بربع سنه، ثلاث شهور. فتقريبا الثلاث شهور دول احنا مستقرين على الفتره دي، عايزين نشتغل على فعاليات كلها في الاوبن اير وحاجات ما تكونش فيها تجمعات، يعني بيبقى في حاجه اكتر للنشاط الرياضي منه نشاط اجتماعي وتجمعات وندوات وكده. فان شاء الله الفتره الجايه دي في حاجات برضو كويسه. هنعمل مهرجان اللي كنا عملناه التعريفي بتاع العاب القوه ده قبل كده، عملناه في مدينه نصر لقى قبول، يعني جالنا 100 طفل كلهم طلبوا يدخلوا اكاديميات العاب القوه في النادي. هنكرره تاني في الجزيره بشكل اوسع شويه، وهيكون في قياسات وحاجات للولاد عشان نعرف اذا كان فعلا هو يصلح مش بس كموهبه، يصلح كمان كفيزيكالي يعني كبنيه كجسمانيه ينفع ولا لا. مش عايزين نحرق بقى الحاجات اللي هنشتغل عليها. في حاجه هتبقى ان شاء الله بتتعمل، لسه ما خدناش موافقتها، بس لو فاكرين التيلي ماتش اللي كان بيتعمل زمان في اللي هي المسابقات اللي بتبقى في تيمز دي، هنعملها ان شاء الله قريب وهنشتغل عليها. تبقى دي اكيد هتلاقي استحسان كل الاعمار الحقيقه، مش بس الاطفال. موفقين ان شاء الله.